عبد الرحمن الإبراهيم، شاعر وكنت عضو اتحاد كتاب عرب، وعندي 4 مجموعات شعرية مطبوعة، والآن في حوالي أكثر من 10 مجموعات معظمها للثورة تنتظر الطباعة. طبعا في زمن الاستبداد أنا كنت معارض وأنا غير بعثي، وعذبني هذا كثيرا ودفعت ثمن كبير لهذا الموضوع. أنا جيت على المركز الثقافي بقرار من محافظ إدلب، وأنا كنت عضو مجلس محافظة، على أساس أني أنا كوني شاعر المفروض أعمل شيء في هذا المركز. هو كان قراره حكيم الرجل، وأنا احترمته لهذا القرار، فما قدروا يتحملوا، يعني بركت فترة وبعدين طردوا من المركز الثقافي. عنوان القصيدة هي شفافية المعري، شفافة قمصاننا يا سيدي، تضع النقاط على النهود، فتكشف كم كابد التحديث في تكويرها، وتكاد من تطويرهم تتشقف أضحى الفساد ديانة وطنية، وأنا على أشياخها أتسقف. فكان في مسؤولين موجودين في القاعة قاموا وانسحبوا، يعني قدموا رسالة سلبية أني نحن نعترض على هذا الكلام، أنت تمس قائد الوطن بنظرون، وكأنه عم يقول له لعنصر الأمن أني دير بالك عليه، وهذا ما حصل. وعندما قامت الثورة كنت من أول المهللين والمكبرين، لأنه هي قضيتي، يعني قضية الإنسان اللي أنا بنتمي له في هذا البلد. كنت أول من كتب لي درعا، بتصور مظاهرة درعا، واستمريت مع الحدث دائما، صرت مستهدف من النظام، وما في وظيفة، ما في راتب، اضطريت ألجأ للكوخ ونعيش من الكرم، يعني نعوض بدل الراتب، يعني بحيث نكسب لقمة كريمة. وأصدقائي من السوار دائما، يعني هون عندك محج للسوار وللمنظرين وللي بيشتغلوا بالسياسي، كل شيء نستطيع نقدمه للثورة ما قصرنا فيه. كوخ الحرية يعني التسمية اجت من خلال الثورة، يعني حبيت عيش حر شكلا ومضمونا، ورغم كل الشقاء اللي عانينا فعلا أنا يعني شعوري بالحرية رائع جدا، أكتب ما أشاء من أفكار ومن أشعار، وأنتقد الجميع دون خوف من أحد مهما كانت الرايات. يعني الاختيار في البداية لم يكن مقصود، يعني كان هروب من القذائف اللي كانوا يرسلونا يا الشباب من الحامدية من وادي الضيف، فمرعبة ومو مثل الطيران، ما بتشوف القذيفة نزلت، فنحس يمكن أنا والشباب يصاروا معي أصدقائي هون أكثر أمانا هذا المكان. ولما بقيت بدون راتب وبدون وظيفة بدون دخل، فحاولت أعمل هوني يعني عمل معين لحتى نقدر نعيش منه، فصارت إقامة دائمة في الكوخ. تركنا الكوخ منتشيا يغني، وموعد حجة البرميل حان، ونفسي بعدما نفضت شقاها وللصبوات أطلقت العنان، أخال الطائرات غدت حماما، وخلت فراخها حورا حسانا، فبت مع القذيفة في فراشي أعيث بنهدها حبا مدانا، ولما أضرم الشبق الشظايا تفجر فاتحدت به دخانا، إذا ما الحب سال على جحيم تصير بدون معجزة جنانا. يعني لاحظ كيف وصل الشعر في ظل هذا الإجرام الأسدي من خلال البراميل، أصبح الشاعر يستخدم القنبلة والشظية من مفردات الحب، وفيها شيء من التحدي المضمر لهذا الظلم. هاي من يعني بتكون من مناخ الكوخ، من وجدان الكوخ ومن أجواءه. والله عملي القلم أنا ما فيني أعمل أكثر من هيك، يعني كان بتمنى أنا أقدر أقدم أكثر من هيك، إمكانياتي القلم، وشيعت كل الشهداء وصليت على كل الشهداء وكتبت لهم بدمي للشهداء كلهم بدون استثناء، كل شهداء سوريا،
لكن في أكثر الشهداء اسمه يحيى، نسيت كنيته، الشهيد من حمص، كان يقاتل النظام الفاجر في المعرة واستشهد في المعرة. بقيت 48 ساعة حتى استطاعوا الثوار يطالعون الأنقاض ودفنوه في مقبرة شهداء الغطفان. فصليت على جثمانه الطاهر وبكيت، لأنه له 7 أخوة يقاتلون النظام في دمشق، وأمه وأبوه في الآخرة، ولا حد بيعرف عنه شيء خالص، لا أخت ولا خطيبي ولا أم ولا خالي ولا عمي. فأخذت دور الكل وبكيت عن الكل، وكتبت له قصيدة تليق بدمائه، وما قصرت يعني مع حدا، كتبت الكل الحمد لله، يعني ضميري كتير مرتاح، أنا ما عندي أي مشكلة، ما عندي إحساس أني قصرت، لأنه المطلوب مني ليل نهار عم قدمه، يعني لا عندي إمكانية مالية مثلا أدفع، أو عندي إمكانية جسدية قاتل كنت أنا إلي الشرف، لكن هاي إمكانياتي، نحن نقاتل بالكلمة. فاللي بيسمع الكلمة بيكون له دور إيجابي عنده، بيكون مردوده إيجابي على الثورة وعلى المجتمع، واللي ما بيسمع الكلمة هذا ما في خير لا من قبل ولا من بعد. والله الكتاب النثري أنا شفته تأثر أكثر من الشعر، لأنه الشعر دائما يعني له جمهوره الخاص، أما الكلمة الناقدة الهادفة البسيطة اللي بتوصل الفكرة سلسة، هيك لاحظت من خلال الفيسبوك، التواصل مع الناس من خلال الفيسبوك، فلاحظ التجاوب أكثر، وحتى على المستوى الخاص جدا اللي هون في الضيعة، هذا المستوى إلى كان نتائج كتير رائعة. أما الشعر ما كتير بيوصل من قبل ومن بعد، لأنه الشعر لغة شوي لغته برجوازية إذا صح التعبير، يعني بده طبقة سميعة مثل بيقولوا الحلبي، عشاق للشعر، إنه الشعر دائما في إبداع في تجديد، والناس العاديين ما بيواكبوا هاي الحالة، يعني بتشوف طالب جامعي يعني مو حافظان غير القصائد اللي أخذها في المدرسة، ما قرش الشعر، يعني ما واكب التطور الشعري، ولذلك لما بيسمع منك قصيدة هي مكلفتك دمك وفيها شيء من الجمال الرائع بتحس ما بيصاروا شيء، لأنه غير مواكب للحالة، مقصر. كتبنا عن البراميل ما خلينا، وكتبنا عن الطائرات الفاجرة، وكتبنا عن الظلم الاعتقال، ما تركنا شيء ما كتبنا، لأنه هاي وظيفة الشاعر، هو أصلا بيكتب بشكل عفوي، يعني هو بيكتب بشكل عفوي. فتصور أنا مرة معدي بكفرومة الضيعة غربي المعرة على أثر سقوط برميل، لاحظت عليه، فدغري صورت الحالة كيف كانوا الناس في الشارع، يعني ختيار معدي رايح على الجامع، واحد جايب ربطة خبز من فران مبتزه سارق له دمه وجوعان عم ياكل وماشي الولد، واحد عم يدق الباب بتستنى عم يستنى خطيبته بتفتح له جايزة عند خطيبته، طفل عم يبيع بقات بقدونس ليعيش أمه وأبوه استشهد. في هذا المكان نزل البرميل، تحولوا كلهم من فعل مضارع، هو النص من فعل مضارع إلى فعل الماضي، راحوا كلهم. عندي أمال، عندي أمال مو أمل، أولا هذا الكوخ هو صار يعني جزء من وجداني، جزء من روحي، يعني هذا العلم وهذا الكوخ كل رصيدي، كل رصيدي. بعدين بيجيب لي كل حبايبي اللي مع الثورة نسهر هون، وأوجاعنا نحكيها سوا، وآمالنا بنعقدها سوا، وأملنا سوا، وأحلامنا سوا. فصدقا لما بغيب عن الكوخ بحس إني كأني غبت عن الثورة، يعني اعتبر أنا بؤرة الثورة بالنسبة إلي لحريتي هو هذا الكوخ، لأنه نشأ من المظاهرة الأولى، كانت نتلاحق تعرف من المخابرات، وكنضل خايفين يعني نبعد عن الأماكن اللي ممكن نتواجد فيها أو إيه. والكوخ لأني كمان عملته بإيدي كمان تعبت فيه، يعني بحبه، وبعدين بحب أنه القبارات على طول حوالي بيغنوا، أنا بكره العصافير الدورية على فكرة، بحب القبارات كتير، واللي كام يوم مفتون فيه وانا بكتب على القبارات، مع عملية تزاوج مع الثورة، يعني وقت بكتب عن الحبيبي ما بقدر اتخلص من مفردات الثورة، اللي كان حواجز واللي كان قصف واللي كان حشد واللي كان هدن واللي كان كله عم بستخدمه في القصيدة من لا شعور، من العنف الموجود 24 ساعة، دوي الطائرات، أصوات القذائف،
كله مثلا بتشوف الحبيبي تمر بين القذيفي والوردي، لاحظت شلون الحبيبي بين دم الشهيد وبين كحلة العين، يعني حالات دموية دائما انت تبحث عن الحب فيها، تعمل شيء من التوازن النفسي، شيء من الامل حتى تستمر الحياة. عسى ولعل تنتصر الثورة، وان شاء الله منتصرة.